لله حمدا يليق بجوده وكرمه وإحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه. كيف حالكم أحبادي ونفام؟ شحال الصغار والشباب والكبار، على ذكر الكبار، ربي يحميهم لنا ويفضلهم لنا، وهما الخير والبركة، وهما ديما لسان الحكمة أكثر اللي ينطقوه درر. بطبيعة الحال حتى هي خبرة حياة قاعدة تتكلم. عاد حبيت نقول على ذكر الكبار، وانا صغير كيف ما برشا صغار ربي يهديهم يعدي وشطر الوقت وهما يتعاركوا مع أخواتهم، في هيك عملي، في هيك اصلحلي، في هيك بززني، في هيك ضربني، في فكلي حاجتي. يسمعنا ابويا الحج الله يرحمه وينعمه، تعيشه وترحمه، يسمعنا يجينا بالسيف شدد روحه وهو يرعش ويقول زا باش وقت اللي يحب يفكلك حاجتك ويعبث بيك ما يتلفتلك حد. وهيك علاش المولى جل في علاه يقول في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما تكسرش راسك برشا، راك مهما خدمت ومهما طورت ومهما ربيت ومهما خليت وراك آليات للنجاح، إذا تخلى العرك في المجموعة متاعك أكيد ولا مجال للنقاش راك مش تفشل. وهيك علاش ساعات يجيك مدير شركة ولا رئيس جمعية ولا حتى مدرب في نادي يقول لك راني كل الوسائل الحديثة استعملتها، راني استعنت بالخبراء الكل، راني طبقت خطط ما تخرش المية كما يقول المصري، راني الجماعة متاعي والولاد متاعي مخطورين بالكعبة. ورغم هيك الكل شيء ما حب يتحرك، كل شيء عاكس، تقولش عليها هالشركة ولا هالجمعية منحوسة والعياذ بالله. لا يا بابا، لا منحوسة لا شيء، ثبت في المجموعة متاعك وشوف ثمة كمبين ولا ما ثمش، ثم نفاق اجتماعي ما بيناتهم ولا ما ثمش، ثم عرك ومعروك وهزان ونفضان وكلام في التلاكن على بعضهم ولا ما ثمش، ثبت وتو تفهم. نرجع ونقول لك راهو سيد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. نهار من نهارات والجيش متاعه خارج لغزوة بني المصطلق وقف يرتاح آخر النهار من الرحلة الطويلة، صارت تناويشة ما بين واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين. الأول عيط لجماعته: يا للأنصار! والثاني كيف كيف: يا للمهاجرين! تلمدوا المجموعتين وبدأ العياط وتسميع الكلام بالشيرتين. وصلت الحكاية لسيد النبي وهو في خيمته خرج يجري من غير ما يلبس رداءه ولا شلاكته لخطورة الحكاية، لأني الحكاية ما تتحملش التأخير. وقف ما بيناتهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. رهو العرك والسبان والتخوين منتن ما يجيب كان الفشل. وهيك علاش تونس بعد الثورة التقدم متاعها كان بطيء شوية، على خاطر كثر فيه العرك والسبان والتخوين، وكل أمة تلعن أختها، وفي عوض ما يوجهوا سيوفهم للعدو الحقيقي الجهل والفقر والفساد والبطالة والإرهاب والاستعمار الاقتصادي، وجهناه لبعضنا والحالة كما تشوفوه. وجات الكورونا اللي رغم الضرر اللي ألحقته بينا وبالعالم كان فيها خير كبير خاصة في تونس. شفنا خصوم الدهر كيفاش نساو خصوماتهم واتحدوا ضد هالعدو. ونستحضر في بالي هكي التصويرة الشهيرة اللي تلمدوا فيها الخصوم السياسية في البرلمان واللي كان ما شفتش بعيني ما نصدقهاش. شفنا الناس تعين في بعضها، شفنا مختلف مكونات الدولة تتحد باش تنجح الحجر الصحي وتعاون الدولة، وشفنا الناس ملتزمة رغم الضرر. أكيد فما استثناءات مشومة، لكن هذه الصورة الغالبة، والحمد لله نتائجها في محاربة الوباء باهية بارشة مقارنة بغيرنا.